هنا في إقليم شبل السفلى جنوبي البلاد تستمر حملة عسكرية حكومية لمواجهة حركة الشباب. قوات صومالية أنشئت خصيصا لمكافحة الإرهاب تتعقب مقاتل الحركة في جنوب البلاد ووسطها. عشرات القتلى والجرحى خسائر حركة الشباب في إقليم جلمودك بوسط البلاد، فضلا عن فقدانها مواقع استراتيجية في جنوب الصومال. بعد مواجهة شرسة مع عناصر حركة الشباب كبدنا الإرهابيين خسائر فادحة وقتلنا في موقعة واحدة 18 منهم، وهذا سيكون درسا قاسيا لمن يقف وراء تلك الجماعات. اجتماع بمقر رئيس الحكومة الصومالية المكلف يتزامن مع اجتماع أمني موسع يهدف إلى تأمين مداخل العاصمة مقدشو. الهدف من الاجتماع الأمني هو تأمين مداخل ومنافذ العاصمة، إلى جانب استمرار التحركات العسكرية ضد حركة الشباب في جنوب البلاد لفرض استقرار أمني ومتابعة جهود إعادة ترتيب المنظومة الأمنية للبلاد. لكن ثمة تحديات عدة تواجهها الصومال للتغلب على مشاكلها الأمنية، منها إعادة هيكلة الجيش ومكافحة تنظيم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، تحديات يراها مراقبون عقبة أمام الاستقرار الأمني في البلاد. تحركات الجيش الصومالي حاليا نحو المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد مجرد إجراء روتيني ولا يستند إلى خطط عسكرية واستراتيجيات أمنية. وبحسب خبراء عسكريين فإن تحركات القوات الصومالية تهدف إلى تأمين الدوائر الانتخابية في البلاد والحد من هجمات حركة الشباب التي تشكل تحديا أمنيا لانتخابات الرئاسة المقبلة. حركة الشباب كما تشكل التهديد الأمني الرئيسي للصومالي فهي أيضا تظل أحد أبرز مهددات الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وذلك في ضوء تصاعد نشاطها وتمددها بشكل متنام في المحيط الإقليمي. الشافعي عبد الدون العربي مقدش.